هادشي كامل باش غنعيشوا. صافي السيد شردنا، صافي حنا تشردنا. اشي حسبنا الله ونعمرنا، حد ما جاعلنا، حد ما كبرنا، حد ما عرفنا راسنا فين في هاد البلاد. نعم الواكل فيك، حسبي الله ونعم الواكل فيك. النار دمرنا والله العظيم، بقاو فينا شنقول لكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصافي حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قدتش نطرح، حنا اليوم مدمرين بزاف، أول حاجة على خوتنا وحبابنا اللي وقعت لهم هاد الحادثة، كنقولوا لهم الله يشافيكم واللي مات الله يرحمه، ومدمرين بزاف بزاف بزاف. هاد السيد ظلمنا بزاف بزاف وتعدى علينا، حنا ما طلبنا منه والو، حنا التصالير د 170 ألف فرانك ما كافيناش، ما كافيناش وما قدناش. خلي عنده الكرا، اللي عنده الماء عنده الضوء والمعيشة، والمعيشة غلات بزاف. اليوم حنايا كتعنا مع السيد كتسمى المسؤول ديالنا جلسة، وساعتك يعني ما جاش على حساب واحد الظروف صعيبة، ماتت اختي، ماتتنا اختي، انا اليوم ماتتني اختي، كنت كناكل معاها وكنشرب، وخوتنا كاملين وعاد شني وقع لها، كاينين منهم في الرينكون، كاينين منهم يعني اللي مهرسين، اللي عاملين العمليات، اللي يعني تحيد لهم راسك، واحد شني وقع له. الصراحة حنايا مؤلمين، هذوك خوتنا ما بغيناهمش يتوقع لهم هيدا، الصراحة هادشي هذا كنخصو يعني يوقع، وخليه له ما يوقعش لخوتنا. حنا حسينا براسنا يعني في ديك اللحظة، حنا اللي كنا راكبين في ديك الطوبيس ماشي خوتنا. الصراحة الله حنايا موجعين بزاف، وكنتمناو جلالة الملك يتدخل في أقرب وقت ويشوف ملحتنا. واش 170 ألف فرانك باقي كتقدر توكل المواطن المغربي واش يخلص منا الكرة؟ واش نعطيو منا لوليداتنا؟ عندنا رجل ديالنا ما خدامينش، أنا عندي جوج العيا صغاري، كبير ديالي عنده 6 سنين، بورصة الحليب الغدا ما عنديش، واش نعطيها لهم؟ هاد السيد هذا صراحة دمرنا، شتتنا الأسرة ديالنا كاملين بينا و15 بينا. كنتمناو المسؤولين يتدخلوا في أقرب وقت ويشوفوا من الحالة ديالنا. لهذا كنطالبوا منكم، كنطالبوا من المسؤولين يوقفوا معنا ويخرجوا لعندنا ويستدعيونا ونشوفوا حنا هاد الشيء. هاد الشيء هاد السيد هذا راه طغى، طغى فوق القانون، كيقول هو فوق القانون وكل شيء في يده. دابا حنا اللي بغينا نعرفوا هاد المسؤولين وهاد ولي الجهه، واش حنا عمقاو هكا متشردين؟ حنا وليداتنا متشردين في الزنقه دابا، لانا خلصنا شي الكره حنا غنكونوا في الزنقه، واش بغاونا تلقاونا ناعسين في الزنقه؟ تلقاونا في الشارع ناعسين؟ حنا بغينا حل قبل ما نوصلوا لهاد المرحله هذه. حنا عندنا الكره وانتم كتعرفوا الكره، حتى واحد ما كيرحمك، ما عاد الحق الشرع يدوق عليك يقول لك خلصني العواشر هذه. هاد السيد ما عرفناش علاش طغى علينا هكا بزاف، يا هضروا على يا ما تهضروش على حقكم يا الزنقه. حنا هضرنا مشينا نسولوا واش هادشي اللي كيعملنا من حقه ولا ماشي من حقه، احنا لقينا راسنا في الزنقه، كيقول لك انا محمي من السلطات، انا السي العامل قال لي اختارتك انت. دابا حنا بغينا نعرفوا شنو هو الحق ديالنا، واش من حقنا، واش هاد السيد من حقه يجري علينا هكا 15 اسره كاملين شرده في دقيقه؟ حنا ما ماضيين حتى شي ورقه، جايين نخدموا عادي بحالنا بحال الناس. كيوقفنا قال لك لا انتم ما تخدموا، شي حد مشيتوا لمكتب الشغل، واش مكتب الشغل واش هذا شي جريمه عملناها؟ واش مكتب الشغل ولا جريمه؟ ما خصناش